نحن نريد نرسل رسالة إيجابية. سمعت الإمارات نحن في سباق إلى يوم الدين، إلى يوم الدين مع العالم كله، مع العالم كله. نحن نقدر نتقدم بشيئين، بالعلم وبالكوادر الوطنية المميزة اللي بتقود هذه الدولة في القرن 21 و 22. انتوا حرار، انتوا عيال البلد الأصيل، انتوا عيال زايد، انتوا عيال زايد، انتوا عيال الإمارات، انتوا مستقبل البلد.